اللي يصلي على النبي يكسب، اللي يصلي على النبي يكسب. ايه ده يا معلم؟ على النبي يكسب اكبر تفاهه، ما انا ما ببيعش الا اثنين والباقي بيموت. اللي يصلي على النبي يكسب. يعني تمساح مع سمك؟ التمساح اكبر تمساح سيد عيسى. اكبر تمساح اهو اللي يصلي على النبي يكسب. ربنا يبارك. صلاه النبي سيدنا مكسب. النهارده عندنا ايه؟ قولي لي بقى، ما انا جاي اعرف حلاوه المول. انت بتقولي النهارده حلاوه المول السماء. اللي يصلي على النبي واللي يصلي على النبي يكسب. اللي يصلي على النبي يكسب. يعني صلاه النبي سيدنا مكسب. الناس في المول بتبيع حلاوه وانت تبيع سمك. ده انا جاي اعرفه بقى النهارده. بتبيع والراضي الجميع. ربنا يبارك فيك. اهو الواحده ب 10 جنيه. ليه ده؟ حلاوه المول ده اهو. الاخضر والاحمر والمقلم والاصفر. ده الواحده ده الواحده ب 10 جنيه. الواحده ب 10 جنيه. وعندك اللهم صل على النبي اهو. طيب الله اكبر الله اكبر. واللي يصلي على النبي يكسب. اللي يصلي على النبي يكسب. صلاه النبي سيدنا مكسب. خش على الرساله وسيبك من الزباله. اللي يصلي على النبي يكسب يا جدعان. اللي يصلي على النبي يكسب. عندي النهارده بقى جايب لك ايه؟ قول لي الحلويات اهو. ده الفايتة. بص الذكرى دي صلاة على النبي. اهو دي لا مؤاخذة الذكورة الفايتة والنتي اهو. ما تغرقش الدنيا مية، ما تغرقش الدنيا مية. خلي الواد يمسك لك الكيس. سيب له الكيس يا حصلت امه خليه. اتفضل عند لميس الحبيب. اللي يصلي على النبي يكسب. اللي يصلي على النبي يكسب. عندي النهارده اللي مش عند اي حد. سلم عليك. عندي النهارده الحلويات يا جدعان. وصلاة النبي مكسبي. اللي يصلي على النبي يكسب. اللي يصلي على النبي يكسب يا جدعان. محدش عايز اي حاجه من اللي واقفين ورا. فك 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 فك. واللي يصلي على النبي يكسب. اللي يصلي على النبي يكسب يا جدعان. صلاه النبي مكسبي. خش على الرساله. قول لي بقى ايه ده؟ ايه اللي قدامنا؟ ده فانتيل امهات. فانتيل امهات. فانتيل الوان واحجام وديون. بص السمكه عامله سنه. كسه. كسه ثانيه. عندي هنا كده ايه؟ الكوي الهايفيل اهو. تاني كده. يصلي على النبي يكسب. كوي الهايفيل. اسعاره ايه الكوي ده؟ الكوي ده الحته ب 50 جنيه بدل 75 جنيه. لا ده في عرض. 50 جنيه بدل 75 جنيه واللي يصلي على النبي يكسب. ده في عرض عايز اعرفه. 50 بدل 75؟ 50 بدل 75؟ اللهم صل على النبي. واللي يصلي على النبي يكسب. صلاة النبي سيدنا مكسب. روى يا استاذ، روى يا استاذ. روى وبيع وراضي الجميع. النهارده جبنا لكم برضه اكبر تمساح في الصعيد عايش اهو. اهو يا جدعان اهو علشان نبيع. اهو يا جدعان. حطينا مع 150. اللي يصلي على النبي يكسب. صلاة النبي سيدنا مكسب. متابعينا متابعي موقع مسرح علي غباري، يمكن كل فترة كده بنيجي عند معلمة حنان كينج فيش، يعني مستمتع الحقيقة بأغرب وأنضع أنواع الأسماك و الكائنات البحرية أو الحيوانات البحرية، لكن النهاردة كان من أغرب وأنضع الحاجات وهو التمساح. فينك النهاردة؟ يا حسن. الناس بتسال التمساح ده اتحط مع السمك هياكل؟ لا ياكل. صح كده. ما هو الناس بتقول لك انا عايز اربي بس. يا ابني انت هات 10 فانتلات من الناس دول. اي 10 فانتلات من دول. 10 فانتلات ودول. يعني ما يصلي على النبي يكسب. ما يتحطش مع التمساح. هو كده كده اصلا ما بيحبش الميه، ما يعيش في الميه كمان. اهو اهو مات 10 من دول. يعني اغلبيه وقته يعيش في الميه ولا يعيش بره؟ يعني هو لا يا عم ولا يهمك. لا والله العظيم. خلاص يا استاذ، خلاص والله. بص للصلاة على النبي. ده بيبيض بقى. فكر بص الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. لكن ما يتحطش مع السمك. الصلاة على النبي يكسب. لا ما يتحطش مع السمك. ياكل السمك على ما انا كنت بقول. ايوه. ده ياكل السمك. ياكل يا معلم. اللي يصلي على النبي يكسب ياكل سمك بس. ياكل سمك بس واللي يصلي على النبي يكسب. اللي يصلي على النبي يكسب يا جدعان. اديله يا حسان، اديله 40 جنيه. انا مش بشحت يا حسان. لا يا حسان، انا شاريهم. يا عم شاريهم. والله شاريهم. يا عم شاريهم. 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 زي ما الكتاب بيقول فعلا. تقولي في سمكه ب 5 جنيه النهارده، عايزين نشوفها. النهارده في ب 5 وفي ب 10. 5 بقول لك ايه يا ابن محمد؟ 25 جنيه الدوم. ده عمك منعم. انا مش هاخد 40.
50 جنيه. تقول لي فين ام خمسه؟ في خمسه هناك اهو. اول واحده؟ اه بقى لا معرفش مش بتاعتنا دي. متابعينا متابعي موقع ابو سرعان الاخباري، فين ام خمسه بتقول لي؟ دي بخمسه جنيه. النهاردة الحقيقة يمكن عندها كلام جديد، وهو السمكة بخمسة جنيه و وسبعة ونص كمان تحتها. الأسعار دي محروقة كده ليه؟ اللي قدامنا دي ايه؟ بلاك مور. ده بلاك مور تلسكوب. يعني ايه تلسكوب؟ يعني تلسكوب عشان عينيها قريبة بارزة عليها كده. متابعينا متابعي موقع ابو سرعان الاخباري، كل فتره كده بنيجي وننبسط ونيجي يعني نهزر ونستمتع بيوم الجمعه مع المعلمه. هي تحب المعلمه اكتر وبتحب دايما جمهورها يوصفها بالمعلمه حنان كينج فيش. ده بياكل بشر عادي، ما بلاش مش منه كل الحاجات دي بياكل لحوم يعني ده ما يحطش في حوض السمك. لا ما تحطش في السمك، السمك يتفرجوا علينا. انا قال بتقول لك في تصدير دبي ولا لا؟ في تصدير دبي، احنا نروح لبتوع دبي. والناس بتسالني اللي عاجبهم يجوا ياخدوه من هنا بتوع دبي، لان عنينا ليهم. ربنا يبارك فيك. كل السمك على النبي يسر. يعني بتصدري كمان بره؟ بتصدر ايه يا عم؟ احنا بنصدر بره. اه يا الراجل عندنا ايه تاني؟ عندنا النهارده الحلويات، عندنا النهارده التايجر والروزي برضه. متابعينا متابعين موقع ابو سرعان الاخباري، عايز تضحك عايز تهزر تعالى عند المعلمه حنان كينج فيش. مش بس هتشتري انت، ناس كتير بتحب يوم الجمعه تيجي تستبح وتهزر وتنبسط مع الحاج حنان كينج فيش. على باشا عرفنا منين بقى؟ تفاصيل دي من بتاعتك. ايوه طب احنا عايزين ليه اسعار ده ولا ايه؟ مش هنشتري 1000 ونص تمساح؟ يا نهار ابيض. والله يا معلم. لا ما بخسرش والله. بتضحي الاجل الغلابه. بتبيع عشان نراضي الجميع. بتضحي الاجل الغلابه. بتبيع عشان نراضي الجميع. اللي يستنى على النبي يكسب. اللي يستنى على النبي يكسب. اللي يستنى على النبي يكسب. اه يا جدعان. اه يا جدعان. تعال بقى ورينا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ده فوق تحت كمان. ده الزبرة؟ ده الزبرة. الزبرة. الجميع حلوانة. كل حاجه ان شاء الله موجوده. السمكه السوداء مشيت خلاص راحت لحالها. فين ده؟ ده ديت واحده كبيره اهي. السمكه السوداء اللي يصلي على النبي يكسب. صلاه النبي تزيدنا. دول فين؟ دول في حاجه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بتعمل ايه دي؟ ده الضب ده بقى. ده ضب. لا ده مش ضب. ضب يا باشا. ده ضب. ده ضب. الله. شوية حلويات. الله. والله بقى النهارده بقى عاوزين ندور لكم دون النهارده عشان خاطركم ب 300 جنيه بس. عامل زي جلد النمر. ايوه يا عم. اعتقد اتمتعوا النهارده بكتب جديد. والله كله جديد فعلا. بتطلعينا يا ام حنان. انت حنان كينج فيش. بتطلعينا يا ام حنان. واللي يصلي على النبي يكسب. اقعد يطير علينا. اقعد بقى اتفرج براحتك اهو. شكله حلو فعلا. الضب لون واحد، ده لون جديد ده. سلام سلام.
يا جد ولا مسخره. انت جد ولا مسخره. اوعى البحث لا تقع تحت. لا الوانه كتير. الدولفين فين وحشنا يا معلمه؟ الدولفين بقى الدولفين وحش مشيتوه؟ مشيناه النهارده. رجع شرم الشيخ خلاص؟ رجع شرم الشيخ. هنجيب لكم بقى اللي افخم منه. ايه المره الجايه بقى عشان تجيبوا بقى ننبهروا بقى. ايوه اهو. شكله حلو بجد يعني. الضب ده بيبقى لونه صحراوي، ده لون جديد. ايوه مختلف ده. لونه يفك بقى يعني. هات 20 هنا كل جديد في جديد. وتمسك كمان. لا احنا خلاص، ده احنا سيبنا السمك وناس واحد تصور بيها. انا عاوز اتصور بقى. معلش يا استاذ تصوير اخير وقليل. المعجبين بقى. استنى على النبي. سمك اتباعها فين؟ تحت الزمالك. السمك اتباعها مشيناه. مشيتوها؟ يا دي النيلة. سلام عليكم. متابعينا متابعي موقع مستر علي الاخباري، ان زي ما عودنا حضراتكم دايما كل جمعه بنحب نيجي عند المعلمه هناك كينج فيش يعني نضحك. وين يعني يوم الجمعه طبعا الناس بتكون صاحيه وعندها اجازه، بنحب دايما نستمتع بيه. اليوم الصبح احنا النهارده متواجدين مع المعلمه هناك كينج فيش، وبنشوف عندها اغرب واندر انواع الاسماك اللي موجوده داخل سوق الجمعه. متابعينا متابعي موقع بصراحه علي الاخباري، استنونا في لايف جديد. لسه مكملين مع حضراتكم جوله داخل سوق الجمعه، بنبرز لحضراتكم كل ما هو جديد في عالم اغرب واندر الحيوانات والكائنات البحريه الموجوده في سوق الجمعه.